الحضور الجماهيري وتقفيل الاستاد وجعهم، وجعهم قوي، واللي وجعهم اكتر هو فوز النادي الاهلي وتأهله للنهائي لمقابلة الترجي التونسي الشقيق. النادي الاهلي عمل ملحمة امبارح، وسابوا الماتش كله وسابوا كل حاجة وبصوا في الشورت بتاع عبد المنعم. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد الغندوره وابو لمعه الجرجير اكثر المحروقين من فوز النادي الاهلي. طلع خالد الغندوره بعد المباراه مباشره، عاملين من بنها شايفين عبد المنعم عمل ايه، بس شيكابالا لما يعمل حركه تفضلوا باصين له وتفضلوا تقولوا عليه كذا وكذا وكذا وكذا. طب يا ابني، هو النادي الاهلي نادي الزمالك طرف في المباراه؟ لا. طب هو كان في جمهور للزمالك؟ لا. طب انت مالك؟ يعمل كده يعمل كده، يقلع التيشيرت يقلع الشورت، انت مالك؟ هل المباراه تخصك في شيء؟ هل تعنيك في شيء؟ هل مثلا ان احنا بنوجه لك انت رساله عشان احنا رايحين نقابلك في النهائي؟ لا. كل الاسئله دي اجابتها لا لا لا. طب انت مالك؟ ايه اللي وجعك؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مخليك حشر نفسك جوه الشورت بتاع الراجل؟ انت مالك بهذا الامر؟ ده اولا. ثانيا، جه ابو لمعه الجرجير، لا ده الكوره جول، ده الكوره ما جاتش في ايده. يا راجل، ده الواد المهاجم رافع ايده فوق خالص، رافع ايده فوق في السقف. ايده بتعمل ايه فوق؟ ايده بتعمل ايه فوق؟ والكوره اتعادت مره واثنين وثلاثه وعشره، وخالد الغندوره نفسه والزملكاويه نفسهم اعترفوا ان الكوره لمست يد. انت بتعترض على ايه؟ ويقول لك ده بطوله افريقيا ضعيفه، ضعيفه بطوله افريقيا، وعلشان يبرر كلامه وياكد على كلامه، اه بس كمان الكونفدراليه ضعيفه. ده الكونفدراليه مفيش خالص، ومع ذلك دريمز الغاني حط على الزمالك واتعادل مع الزمالك في قلب القاهره، وان شاء الله يفرحنا في المباراه القادمه في غانا ان شاء الله. بس الحرقان والوجع من شكل الاستاد ومن منظر جماهير النادي الاهلي وهي مقفله الاستاد جنن الزملكاويه. حصل حاله شياط غير عاديه لدى الزملكاويه في الكومنتات عندنا، وقله ادب وشتائم وقله ادب. يا ابني انت مالك؟ طب انت طرف في الموضوع، طب هو الامر يخصك؟ يعني غل غير عادي وحرقان غير عادي، حتى يعني لو صيدليه مليانه كينا مش هتاثر في الوجع اللي كان عند الزملكاويه بالامس، من ضمنها ابو لمعه الجرجير وخالد الغندوره. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف قالوا ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخي حبيبي الاهلاوي واختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. الزبون الاولاني اللي مش قادر يخبي وجعه هو خالد الغندوره. خالد الغندوره على حسابه الرسمي بعد انتهاء المباراه مباشره كتب: مفيش حد يتكلم نص كلمه عن الاخلاق وعيب يا شيكابالا بعد اللي حصل النهارده، والتعتيم الاعلامي على الفعل اللا اخلاقي عاملين من بنها. ده الزبون الاولاني واحنا هنرد عليه. تعالوا بقى نسمع الزبون الثاني اللي يعني اكثر حرقه من خالد الغندوره، وهو ابو لمعه الجرجير. نسمع ابو لمعه الجرجير قال ايه ونرجع نكمل مع بعض في اللايف بتاعنا، نسمع. حدانه وبيقول اللقطه بتاعت محمد عبد المنعم مسار حديث مصر كلها. انا شفتها قبل العرض وهي بعتها الاخراج، وفي لقطه ثانيه تمناها عند الاستاذ محمود صلاح، ولقطه ثانيه بعتها الاستاذ عمرو عند الاستاذ عند عايز افهم حضرتك لاعب اتضرب في بطنه او في هو في الهوم او في منطقه حساسه ولسه بيطمئن على اصابته، ايه اللي فيها دي؟ ده بعد الاحتفال بالهدف يا بيه، ضرب ايه؟ لا اله الا الله، ده بيحتفل بالهدف بعد الاحتفال بالهدف. تقول لي اتضرب، اتضرب يعني ايه اتضرب؟ ايه حكايه اتضرب دي؟ جبتها منين؟ بقول لك انك اللي بلغ بلغ غلط يا عبد الناصر، اتبلغ صح، اسمع صح، دي بعد الاحتفال بالهدف يا بابا. يا فندم كان هو في احتكاك قبل الهدف. يا باشا دي اللي بقى احتكاك ايه؟ ما فيش احتكاك اصلا، احنا شفنا المباراه ما كانش في احتكاك، دي لقطه المفروض انت ترفضها، لو انت راجل محايد ترفض يعني. كابتن رمضان السيد لما اتكلمت معاه قبل الهوا قال لي ارفض طبعا، وانا ارفض. الكابتن رمضان السيد اي حد يرفض اي خروج على الواقع ارفض. انا معاك السبب بتاع دي، هو ما حدش يعرف السبب ان انا كده. لا لكن انا لا اعتقد بما اعرفه. يا كابتن رمضان كلامك ولا ايه؟ انا ما اعرفش كلامي. لا 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 كابتن، ده انت كويس. انا قلت لك
اللقطه دي غلط. لكن احنا ما نعرفش هو عمل كده ليه. طب اللقطه نفسها غلط. ايا كان عمل ليه اللقطه ما يصحش. دي تدخل كل بيت يا زعليت يا فندم. دي اللقطه ما يصحش. انا بما اعرفه عن محمد عبد المنعم كويس جدا لا يمكن ان يكون في هنيه الاخلال او الخروج. وانا بما اعرفه عنك اعرف انك انت بتنيم الموضوع. بما اعرفه عنك تعالى اسمع كده لقطه بقى لقطه. انت بتطلع على اللقطه تقول لي اعرف اصل عيلته شنيفه اصل هو راجل محترم. احنا عارفينه محترم وكل حاجه والناس كلها محترمه. احنا بنتكلم على اللقطه ما بنتكلمش. احنا ما بنسيش. انت ايه تفسيرك ليه يا عم؟ تفسير ليه للقطه دي؟ لقطه طالما انت الوحيد اللي مربوطه ان لاعب يعمل حاجه زي كده. يا عمرو وارد يكون في احتكار حصل. احنا ما شفناهوش من الكاميرا وهو بيجري. انت بتبرر حاجه اول ما برر يا عم الراجل بي. انت ما بررتش الكلام ده لشيكابالا ليه لما مش عارف عمل ايه اللي لا 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 بنقول مرفوض ده حد يعمل حركه خارجه مرفوض. انا ضد اي تجاوز من لاعب او من جمهور تجاه لاعب. واقدر شيكابالا واقدره كلاعب وانسان رغم حتى انفعالاته الخارجه عن النص. لكن انا طيب انا عشان احكم على ده يا جماعه احكم على ده لكن يكون عندي مبرر. وانا لو بطل قولوا لي لو ما فيش ما يجعل محمد عبد المنعم يعمل الحركه دي انا ضدها. لكن يا جماعه منطقه الخوض من المناطق الحساسه ورجل يكون حد ضربه وحاسه وهو بيجري. لكن اولا ده مازنبي وكل اللي في الملعب جمهور الاهلي. هات لي عقل يقول يعمل ايه خارج على النص يا عمرو. وانت ليه تقول عقل؟ انت مالك مال العقل؟ احنا بنتكلم على لقطه حصلت ده غلط ايا كان. هي ليه اتعملت؟ هي غلط. محمد عبد المنعم ما فيش بينه ومن حد الوقت ده اي حاجه. ايه مشكله يعني؟ لا زمالك ولا حتى من فريق ولا حتى على السوشيال ميديا بيشارك مع حد. يعني ممكن نفصل ده اي لاعب تاني. انت عرفت الكلام ده جايبينه منين؟ يعني انت بتعرف ان مفيش اشتراك مع حد. انا ما اعرفش اصلا. لا انا على فكره انا بقول صح. انا بقول اللقطه غلط بس. لا انا بقول اللي بقول غلط عارف السبب. انت كابتن جمال انت لاعب كوره كبير ونجم والكابتن رمضان كذلك. هل عيب ان انا اقول عارف السبب؟ انت راضي عن اللقطه بس؟ احنا بس انت راضي خلاص. شكلك مش راضي. ولكن قبل ما اقول انه غلطان عارف السبب بس. خلينا بس نشوف هو بكره يقول ايه على النقطه دي بالظبط. وننتظر النادي الاهلي هيقولوا ايه بالظبط. وبعد كده يا اما نكذبهم يا اما بالظبط نصدقهم. نشوف السبب ايه. السبب ايه؟ يعني بكره عمرو هي اللقطه وحشه والمبرر انت لكن غلط اللقطه. وبعدين نستنى السبب. يعني ارفض اللقطه. انا عندي فيديو اتفضل قول لي. لا مش هقدر اقول انا. عندنا فيديو سبحان الله. المراسل بيقول لك حصل مشاده بين عبد المنعم ولاعب مازندي بعد الهدف الثاني. في لقطه خفيه جايبها بالموبايل مش واضحه هي كانت سبب في الهدف. اتفضل انا دي باللقطه بتاعت الموبايل بتاعت المراسل عندنا. مش هي كانت اللقطه دي بعد الهدف الثاني؟ ده علشان الولد ضرب. ماشي ما احنا بندور على السبب. لا ما فيش في سبب بس لا يعني. طب يا جماعه هاتوا لنا الاستاذ هاني عبد الصبور رئيس القسم الرياضي في القاهره 24. انتوا الاعلام اللي فسر حركات بق عمرو زكي وعقبوا عليها والاعلام المساسي لمس الحكم ووقع الكابتن. لا مش الاعلام المناضل بابعاده عن عمرو زكي. والاعلام ولا كان في لجنه المسابقات وحورت الفيديو لجنه الانضباط وجابوا الخبير ولا كان في لجنه سوشيال ميديا ولا كان في لجنه خبير. الاستوديو الشريف وشفت ازاي اداء كولر. الناس كانت متخوفه جدا ان كولر ما يكونش في المواعيد لانه في هزه كده بينه وبين جمهور الاهلي الفتره اللي فاتت. مبروك طبعا للنادي الاهلي. المباراه انا شايف انها سهله. ما زلت عند رايي اللي انا قلته من فتره وتعجبت عليه انه بطولات افريقيا بطولات ضعيفه سواء الكونفدراليه او دوري الابطال. انا شايف ان الدوري المصري اقوى منهم ومباراه الدوري المصري اقوى منهم. ما فيش فرق في افريقيا تقريبا قويه. معظم اللعيبه هكمل بس هكمل بحاجه ما تتفوتش. يا حاجات ما تتفوتش اصلك. انت شايف ان الدوري المصري اللي بيتلعب كل 900 سنه ماتش اقوى من بطوله افريقيا؟ الفرق اللي موجوده في الدوري المصري اقوى من الفرق اللي موجوده. لازم تروح للدكتور عيون حضرتك. ماشي ده وجهه نظرك اللي هي غلط. لكن وجهه النظر الصح ان الفرق في افريقيا ضعيفه. يا راجل انت قلت جريمت اقوى من الاهلي يا راجل. ده راجل اتق الله عنك مخرجا. قلت جريمت اقوى من الاهلي عشان تتعادل مع الزمالك. طب لو الفرق لو فيها فرق كمل يا كابتن. انا هقول كلمه بس. انا ما كملتش اصلا. انا كده هقول كلمه بس. هقول كلمه انا كده لو انا قرابه الصلاه مازندي. مازندي كسبان بيراميدز اللي هو اول الجدول 3-0. اول الجدول ايه يا رمضان؟ ده فيه الاهلي والزمالك. لا لا يعني بص انا كنت عايز اسال يعني بيراميدز يا كابتن. انا بسال في الاول الاهلي 20 ضربه. انتوا ليه يا جماعه بتعترضوا على وجهه نظر؟ طب انا اكمل للاخر وبعدين تقولوا ده احنا نظركم اللي انا هحترمها برضه. لو انا طب منك ولا قلت لك تكمل خاطبك عقلك. لا ما انت ما انفعش. لا هو عقلاء. طب انا اسف للضيوف خاطبني كعبد الولد كمان. طب اكمل كده. ماشي انا بقول لك ان مفيش انديه في بطولات افريقيا. وعشان الناس ما تقولش ان انا بتكلم عن الاهلي بتكلم عن الزمالك برضه. الكونفدراليه بطوله ضعيفه عشان الناس ما تقولش دوري الابطال فقط.
افريقيا بشكل عام سواء كونفدراليه او دوري الابطال. انا شايف ان البطولتين اقل مستوى، الفرق اللي بتلعب في افريقيا كلها اقل مستوى، اللعيبه السوبر في افريقيا كلهم بيلعبوا في دوريات بره، ما حدش بيلعب في افريقيا تقريبا، عشان كده بطولات افريقيا مستواها اقل من الاول. يعني لما كان كابتن رمضان ولا كابتن جمال عبد الحميد بيلعبوا في بطولات افريقيا مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك كانت البطولات اقوى بكتير، وكانت اللعيبه اللي بتنافسهم لعيبه على مستوى عالي، هي افضل لعيبه في افريقيا وبتلعب مع المنتخبات الافريقيه في مستوى عالي. يعمل ايه الانتخاب يعني؟ ما بقولش الانتخاب، انا بقولش طب ماشي، طب احنا الاهلي فايز تمام كل الماتش يعني تمام كل يوم بتاع. انا بقول وجهه نظر، انت ليه مش عايز تسمع؟ يعني الاهلي يا باشا احنا فايزين 3-0 مبروك يا باشا، انا قلت مبروك انا ما بقللش على فكره من النادي الاهلي ولا بقلل من النادي الزمالك، بس انا بقول ان البطولات اقل لازم نبقى واقعيين، لازم نبقى واقعيين. يا احنا بنحلم بالبطولتين اللي هم اقل دول، نفسنا الاهلي ياخد البطوله دي والزمالك ياخد، ربنا يوفق الاهلي والزمالك ان ياخدوا البطوله. ماشي ده موضوع ثاني. شوف على المباراه، شفت المباراه المجمل بتاع المباراه، انا شايف ان النادي الاهلي الاقدر بنقول بالنتيجه المجمل. في الشوط الاول النادي الاهلي ما عرفش يترجم الفرص اللي لاحت ليه، وهي فرص قليله بعض الشيء، ما عرفش يترجم الفرص دي الى اهداف، وانتهى الشوط الاول 1-1 0-0. الشوط الثاني الاهلي بدا يحاول مره اخرى، كان عنده يعني استحواذ افضل، الاهلي كان اخطر، صحيح مازيمبي مسك الكوره في حوالي 10 دقائق، لكن في النهايه الاهلي الاقدر والاخطر. نقطه التحول في المباراه من وجهه نظري هو هدف مازيمبي اللي دخل في النادي الاهلي، ثم والحكم احتسبه، ثم الفار الغاء. طب ايه؟ انت بتقول بالايد، انا بقول لك مش بالايد، انا وجهه نظري كده. الهدف يعني خلاص، طب الحكم ما حسبوش في النهايه، انا بقول لك دي نقطه التحول. شفته ايه؟ انا شايفه هدف. ورد على عايزه شايفه يا امر، يا رب النظر يا عين الصقر، عين الصقر بتاعت اوروبا حطها في الشبكه، يعني الفار ده كله ده والثمانيه اللي عليه في الفار دول يعني كلهم عمر. لا مش عمر، هم زيك كده بس عينهم حمراء، عينهم حمراء بغض النظر. بس انا ماليش دعوه، انا بس بقول لك 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 انا بس هيتأمر تحتاج الفار التأمر مش من الحكم ولا من الفار ولا من مين، التأمر من المخرجين اللي بيجيب لك لقطة تديك إحساس إن الكورة لمست يعني. الفار ده فيه كام يا شغل مخرج مباراة بعد إذنك يعني. بغض النظر الفار مش جوه من الحاجات دي، أنت ليه مش عايز تعدي؟ أنا بتكلم بشكل عام، أنا بتكلم بشكل عام. النهاردة دي نقطة التحول في المباراة الحقيقية. الكابتن جمال جايب لقطة من التليفون بيقول بعيد عن إيده مؤيد عمرو إنها هدف. يعني وجه نظر انت ازاي زعلان ليه على وجه نظر؟ هي كده خلاص احنا ما نكملش عليها. نقطه التحول دي، نقطه التحول بيقول لو ده اتحسب، لو ده اتحسب، هو ما اتحسبش، لو الهدف ده اتحسب كان هيصعب المباراه على النادي الاهلي. فدي كانت نقطه التحول اللي ادى دفعه للنادي الاهلي، بدا يلعب وبدا يلعب وجاب ثلاث اهداف ملعوبه خلاص. بس الحكم كان بيساعد الاهلي لو هو ولا بار؟ انا قلت يساعد، ما هو الغاء نفسه يساعد، بقول نقطه التحول بيساعد الاهلي لو هو ولا بار؟ انا قلت يساعد، هو الغاء نفسه بقول نقطه التحول في المباراه، نقطه التحول. اللعيبه بتاخد حافز لما لو جه عليا ضربه جزاء مثلا متصدر حافز ان انا العب افضل واكسب، ده انا بقول دي نقطه التحول، انا بقول نقطه التحول. وضوء انا ده مش نقطه التحول، وضوء الجول انا شايفه، انا حر وجهه نظري دي، حضرتك انت شايفها جول خلاص، ايه المشكله في النهايه؟ وجهه نظري دي في الهواء، لان في النهايه يا باشا ماشي، انا بقول لك في النهايه وجهه نظري دي في الهواء، لان الحكم حسب وجهه نظر دقيق كامل الاحترام لوجهه نظر الحكم في النهايه. احنا بنقول اراء، لكن في النهايه الحكم هو اللي بيحسب، وهو رايه هتحترمه في الاخر لان هو اللي ماشي خلاص. بس شفت اداء اللعبه دي على انا كده قلت استاهل، لكن لما رجعت الفار وشفتها اتاكدت نفسيت بعد كده، اصلا مش معقوله فريق في نص نهائي دوري ابطال افريقيا وكل دي ما ترش عليها. ده يعني لو اي فريق تاني وشاف ان الجهاز الفني شافها او اللي قاعدين في البصوره شايفين ان دي هدف صحيح، لازم يحصلوا، اصل مش ده نص نهائي دوري ابطال افريقيا وبتلعب بره ارضك وتجيب جول وتغييره؟ لا طبعا، احنا بنشوف ان الفرق الثانيه يعني بتعمل ايه يعني، طبعا لازم يحصلوا ولا يعمل في النهايه الحكم هو قدر. شفت ازاي الاول اه الحكم بتاعها عادي وقفوا اتكلموا بتاعه خلاص، الراجل عرف ان دي ان غير صحيح. معلش انا كنت بس في اهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا كمية ألم ووجع غير عادية والشياط عند الزملكاوية يعني فاق كل الحدود. يبقى الهدف جاي في مازيمبي وتلاقي الشياط والصريخ والوجع في نادي الزمالك. معرفش هل بتوع ميت عقدة يعني عندهم نوع من انواع العقدة ان هم يشوفوا النادي الاهلي فايز؟ طبعا هم كانوا بيمنوا النفس ان النادي الاهلي يخسر ويخرج من البطولة، كانوا هم هدفهم واحلامهم وتخيلاتهم، لكن ربنا يعني كبير.
الكرة والهدف. طب انا اقول لكم على حاجة، حتى لو الهدف كان جه واتحسب على الرغم ان هو غير شرعي بالمرة، كان النادي الاهلي برضه هيفوز. كان النادي الاهلي قادر ان هو يخلص المباراة 2-1 او 3-1. النادي الاهلي عمل جيم عالمي في الشوط الثاني، عمل شغل عالي، واللي يقلل من فريق مازيمبي يبقى ما يفهمش في الكورة. الفرقة دي لو عندها مترجم او عندها هداف ممكن نخلص فرص كتيرة، زي المباراة الاولى اللي كانت هناك كان مصطفى شوبير هو يعني رجل المباراة، زي المرة دي برضو المباراة بتاعت الامس مصطفى شوبير انقذ اكتر من فرصة محققة وكانت فرصة خطيرة على المرمى، والنادي الاهلي ضيع وامل من الاهداف. ولكن يا خالد يا غندورة، حركة الشرط دي اتكلمت عليها، طب والبعبوع بتاع زيزو ودونجا هي لما قلت ده هو عمل له كده على الشرط، مسك الشرط بايده، يعني بتكذب وبتضلل. ما دام مباراه مالكش ناقه ولا جمل فيها، مالكش دعوه بيها خالص، ما تتكلمش فيها. الراجل بقى بيبص على مثلا اصابه في بطنه، بيبص على برغوت مثلا بيلعب جوه البنطلون وجوه الشورت عفوا، مالكش دعوه. ما دام انت مش طرف في المباراه مالكش دعوه. يعني شيكابالا يعمل اللي يعمله، هو حر، احنا مالنا. ما دام احنا مش معنيين بهذا الامر ومش الكلام موجه لينا ولا الاساءات لينا، خلاص يعمل اللي هو عايزه. هيقول لك اه ده معلش ده ما ينفعش يدخل جوه البيوت وده بيحتفل بالهدف وبيعمل. انا معاك، انا معاك ان هو بيحتفل بالهدف، وممكن الاحتفال ده يكون وحش وممكن يكون ما فيهوش اصابه وممكن يعني زي ما انت عايز تقول تقول، وانا جاي معاك في السكه دي. بس انت شأنك ايه كزملكاوي؟ احنا عندنا النادي الاهلي في صواب وعقاب، والنادي الاهلي هو اللي بيجازي وهو اللي بيفرض عقوبات على اللعيبه وبيفرض عقوبات على اي مخطئ. مش هنستنى طبعا، الاتحاد المصري ملوش دعوه بالموضوع ده خالص، المباراه دي ملهاش دعوه بالاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي هو اللي له سلطان، والاتحاد الافريقي اقول لك ما فيهاش حاجه. يعني اصلا اللاعب لو تم عقابه هيتم عقابه من خلال النادي الاهلي فقط لا غير. فعم خالد الغندوره مالكش دعوه بعبد المنعم، خليكم في حالكم، انتوا خدتوا اديتوا عملتوا حمله ضد الراجل وقعدتوا يعني عايزين تعملوه زي ايه، زي حود علاء كده، بس للاسف فشلتوا. فممكن معرفش هل دي رساله اقول لكم ان انتوا كلامكم يعني جوه الشورت مش فارق معايا، ما افهمش. بس بغض النظر هو غلطان او مش غلطان، انت تفسرها زي ما انت عايز تفسرها براحتك، ولكن في النهايه انت مالكش دعوه يا خالد فطوطه، لا انت ولا ابو لمع الجرجير. خلينا في المباراه، يروح ابو لمع الجرجير يشكك في بطوله النادي الاهلي، لا ده بطوله ضعيفه، ما اي حاجه ياخدها النادي الاهلي يبقى بطوله ضعيفه. لو النادي الاهلي خد الدوري لا ده دوري ضعيف، ودوري ده بيتاجل 300 ماتش ده مش عارف ايه. لو النادي الاهلي خد افريقيا لا ده بطوله افريقيا ضعيفه مش عارف. النادي الاهلي يروح كاس عالم للانديه لا ده بطوله شرفيه ملهاش لازمه. ايه ده انتوا بتستعبطوا؟ طب امال نعمل ايه؟ نروح نلعب في دوري ابطال افريقيا اوروبا؟ طيب ما دام ابطال افريقيا مش نافع، مش مالي عينكم. طيب يا عم هي بطوله ضعيفه خدها، بطوله ضعيفه شارك فيها، بطوله ضعيفه يعني احصد اللقب بتاعه وروح كاس عالم للانديه. لكن لوك 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 وتقليل وتفطيس من المباراه. يا راجل انتوا مره فزتوا بالدوري، جبتوا اتوبيس مكشوف ولفيتوا السبع بلاد على دوري بالاحتواء وبروتوكول عصام هناء، ما بالك بقى ان انت بتروح افريقيا بتاخد افريقيا وبتروح كاس عالم للانديه، وطبعا مبالغ مهوله، والحمد لله النادي الاهلي هيحصد مبالغ كبيره في كاس العالم للانديه بنظامه الحديث في الفتره القادمه 2025. لكن تكلم الزنطوري الهيك واللي فيه يجيبوا فيه، طبعا الغل والحرقان والشياط عند الزملكاوي ما لهمش عليك. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك فوز النادي الاهلي، وان شاء الله نقابل الترجي. الترجي فريق محترم، فريق قوي، فريق شقيق، وفريق لازم الاهلي يعمل له الف حساب ويذاكر له كويس، لان الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بتلعب كوره. في امور كثيره لازم تبقى للمباراة دي. طبعا جمهور النادي الاهلي بيحترم جدا جدا الترجي الشقيق، الترجي فريق كبير من كبارات افريقيا، النادي الاهلي بيحترم جمهور النادي دي الترجي، بيحترم فريق الترجي، كل الحب والاحترام للاشقاء التوانسة اللي فوق دماغنا اللي بتربطنا بيهم علاقات جيدة وعلاقات محترمة. ان شاء الله نهائي يليق بالفريقين بالكبيرين، غول افريقيا وسيد افريقيا. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.